انت بدك تموتيني؟ يلا تفضل، يلا موتيني. بس اكيد بهالحاله موكش رح يربع لحاله بدون ام، ورح يبعد عن ابوه. شو رح تساوي؟ يا كبيرتنا، أنا مستحيل أعمل سديمة. بدي منك تهدي وتروقي وتطلعي كل غضبك على ملهر من خلالي أنا. ساوي شو ما بدك، ضلي عم تعذبيني يا كبيرتنا. مستعدة موت وما أحكي أي شيء، أنا بوعدك بهالحكي يا كبيرتنا. أنا هلأ خسرت كل شيء، أنا هلأ بعترف بالهزيمة قدامك يا كبيرة العيلة. ايه انا خسرت، اسمعيني، انا بتقبل هاي الخسارة. رجاءا لا تشهدي بالمحكمة ضده، خدي كل شي مني انا، بس لا تشهدي ضده رجاءا. يلا اقتليني اذا بدك. لهون وبس. الدراما اللي عم تعمليها هلأ ما رح تخليني اتراجع. لحظة، لا تساوي هيك، بترجاكي بترجاكي لا تشهدي ضده بكرة، لانه اذا انت شهدتي ضده سنبدا رح تربح القضية كلها وتاخد وصايته لبيلو. بيلو هو حياته لملهر، صدقيني. إذا أنت فرقتيهم عن بعضهم وقت ملهر رح يتدمر نهائيا يا كبيرة، لأنه رح يفترق عن العائلة كلياتها. يا كبيرتنا أنا بترجاكي لا تعملي هذا الشيء، لا تبعدي موكش عن ملهر لو سمحتي. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.